الجمبري أساس الديوان، وهي تحمل العديد من الدلالات التاريخية وكذا الثقافية. جمعية تراشيدية لرجال الجناوة بمعسكر تحتفظ بها على غرار باقي الآلات الموسيقية والأساسية لفن الديوان. غالية غالمي، وين جبهة بكرش؟ الجمبري تاريخ عميق لا يفقهه إلا أصحابه. لا تزال جمعية الراشيدية لرجال جناوة بمعسكر تحتفظ به على غرار باقي آلات الموسيقية الأخرى الأساسية لفن الديوان، الفن المتوارث بالمنطقة على يد المعلم ديكادي وغانغا وغارغو، والتي تسعى جاهدة للمحافظة عليه ونقله للأجيال الصاعدة. هذه الجمعية هذه تأسست، أسسها الوالد تاعنا بعد ما كان قندوز عند قنقا الحاج محمد قنقا الله يرحمه، اسسها في 1985. وبعد ذلك احنا ولينا نكبروا احنا ولادها هكا وكاع، ولقينا بونا في هذه الطريقه وكاع. من 85 احنا انا التالي تسمى في خوتي. الجمبري اساس الديوان، طريقه صنعه يدويه وتحمل الكثير من الدلالات، كما يتطلب عازفا ماهرا يتقن النقل على اوتاره كابراهيم الخليل والشاب حسينة، الذين يبدعان في العزف وقياده الفرقه بفضل كبار ومقدمي فن الديوان. كل حياه نديروها في الديوان، خاطش علاه زدتي في الديوان؟ كي تزيدي في الديوان كل حياه تقدي ديريها، كل حياه تتعلمي تقرقبي. كنا نتعلموا بالباشين تاع ليمونات نقرقبوا، والطبل تعلمتها في بيدو تاع زيت فهنيك تطبلي. جمعيه الراشيديه لرجال جناوة فرقه تسعى للحفاظ على التراث الوطني والموروث الثقافي وتلقينه للاجيال، لكن مشكل المقر يبقى عائقا لها.